معايا تكون عندك فكره وتكتبها لواحد الموقع حطها ليه قول ليه بغيت منك انك تصايب ليا فيديو قولها لي باللغه العربيه قولها لي بالدارجه المغربيه قولها لي باللغه الانجليزيه باي لغه انت كتفهم ليها وكليكي على جينيريت فقط وطلع رجل فوق رجل التكة هو غادي يصايب لك فيديو كامل من التعليق الصوتي من السكريبت من المونتاج من اللقطه ديال الفيديو وكل شيء عباد الله يعني ديك تما راه كامل انت تقدر ديرها في نهار واحد ولا في يومين ملي كنتي مبتدئ تقدر تضرب اسبوع في هذا المونتاج هذا هو كيدقد لك في دقيقه وبكليك وحده الفيديو ديال اليوم غادي يعاون بزاف صناع المحتوى اولا بالنسبه للرابط غنحط لكم في الديسكريبشن اولا في اول تعليق لتحت اوكي كتطلع لك الواجهه ديال التدوين ديالي هنا كدير انشاء حسابي من هنا من بعد كتطلع لك هذه الواجهه هنا شنو كدير انت كدير سين اب اوكي كدير سين اب اول مره تسجل من بعد كتطلع لك هذه الواجهه كتجي تسجل عن طريق جوجل ولا كتسجل بالايميل ديالك يعني كتسجل عن طريق جوجل يعني كيطلع لك مباشره داك الايميل اللي انت يعني داخل به ديجا هنا في هذه البلاصه هذه هو هذا الايميل عقل عليه مزيان كتكليك عليه يعني الايميل ديالك انت غيطلع لك هنا كندير متابعه كنسجل بشكل عادي هنا ضروري كدير واحد ندير واحد الاسم ديالك هذا عقل عليه هذا الاسم عقل عليه مزيان نديرو سيدي ندير يوتيوب المهم هنا كيسولك شي اسئله اش بغيتي دابا كطلع لك هذه الواجهه هنا كتحط ليه اي حاجه انت بغيتيها اوكي يعني مثلا نعطيكم مثال بسيط مثلا انا بغيت واحد الفيديو ديال كيفاش تربح من الانترنت يعني هنا دابا الاخوان كتحدد النيش ديالك فاش كتحدد النيش ديالك اللي غتخصص فيه يعني التخصص ديالك يعني كتجي لهذا الموقع هذا كتقول ليه اعطيني واحد الفيديو يكون كيتكلم على كذا وكذا ما تحتاجش انت انك تجيب تصاور وتجيب فيديوهات وتجيب يعني التعليق الصوتي وتجيب لا هذا كتقول ليه فقط الفيديو كيفاش بغيتي هو كيحطو لك كيف ما انت بغيتي دابا نبسط لكم الامور باش نبين لكم بان موقع ماضي وكيسهل عليك الامور نفترضوا انا هنا غادي نكتب لي اريد فيديو كامل عن كيفيه الربح من الانترنت اوكي مثلا فقط يعني كلمه واحده اللي عطيته جمله واحده ندير جينيريت ا فيديو اوكي هنا واش سولك زعما واش بغيتيه للطلاب ولا بغيتيه للمستقلين ما بغيتيه لرواد الاعمال مثلا انا بغيتو مستقلين يعني انت كيحاول ايديطاي معاك هنا كيقول لك واش بغيتي فيديو على شكل يعني يوتيوب بغيتي تبارطاجي في اليوتيوب اولا بغيتي الشورتس يوتيوب يعني فيديوهات القصيره اولا بغيتي الانستغرام ريلز الا بغيتي انستغرام ريلز راه كيعطيك المقاس ديالو يعني داك الفيديو كيكون على شكل يعني كتعرفوا الفيديوهات ديال انستغرام كيكونوا طوال بغيتي اليوتيوب شورتس كذلك كيعطيك المقاس ديالو بغيتي اليوتيوب كيعطيك مقاس ديالو هنا كنديرو مثلا يوتيوب كتختار انت كتشوف كل واحد فيكم الاختيار ديالو كدير كونتينيو هو دابا كيعطينا فيديو تسنى واحد شويه دابا وصل 11% ها نتوما دابا صايب لي الفيديو نسمعوا الفيديو كيفاش طلع مرحبا يا اصدقاء ساشارككم اليوم بعضا من افضل الطرق لكسب المال عبر الانترنت سواء كنت طالبا او ربة منزل او حتى شخصا يبحث عن ربح بعض المال الاضافي فهناك ما يناسب الجميع اولا لنبدا بالعمل الحر مواقع مثل Upwork هانتوما راه كيجيب لك التصاور كيجيب لك الفيديوهات كيجيب لك كل شيء وكيحط عليهم التعليق الصوتي وكيكتب لك السكريبت من عنده حنا راه فقط عطينا جمله بسيطه كيفيه الربح المال لا عفوا تبناني اريد منك انشاء فيديو عن كيفيه الربح من الانترنت هو تكلف لك بكل شيء انت فقط الفكره عندك كتبها لي لكن الا كنتي يعني باغي تكتب لي السكريبت هذا يفضل لك تفهم مزيان السوشيال ميديا ديالك كيفاش كتمشي الناس ديالك شنو كتبغي تقدر تكتب لي السكريبت كنتي مبتدئ وعجزان وما كتعرفش بزاف ديال الامور تقدر تكتب لي فقط الفكره او ديك الجمله هو كيتكلف لك بكل شيء بالموضوع فايبر تعد اماكن رائعه للانطلاق يمكنك تقديم ها هو راه كيجيب لك حتى المواقع اللي يمكن لك انك تخدم بهم اوكي تماس مثل التصميم الجرافيكي او الكتابه او حتى المساعده الافتراضيه الامر كله يتعلق بتوظيف مهاراتك وايجاد العملاء الذين يحتاجون اليها بعد ذلك لدينا التدريس عبر الانترنت هنا شحال طلع ليا في الفيديو طلع ليا فيه 3 ديال الدقائق تقدر انت في الفيديو يعني في السكريبت عفوا ولا في داك البلاصه من كتكتب لي بحال هنا في هاد البلاصه من كتكتب لي تقدر تقول لي كتب لك فيديو يدير لك فيديو فيه 8 دقائق تقول لي يدير لك فيديو فيه 5 ديال الدقائق قل من دقيقه 60 ثانيه 50 ثانيه على حسب داكشي اللي بغيتي يعني انت كتحدد شنو هي الطريقه اللي بغيتي بها الفيديو هنا كيعطيك يعني الكاليتي ديال الفيديو حتى راه كيطلع لك حتى 1080 راه مزيانه
دابا فاش غادي داونلود راه غادي تحيد لي هاد العلامه المائيه وغادي تحيد لي كلشي. المعين بيمكنك تعليم الطلاب من جميع انحاء العالم منصات مثل في اي بي كيكت هانت ركيش كيجيب لك حتى المنصات، يعني حتى انت الا ما كنتيش ما تمام عارف المنصات وكنتي باغي تخدم في هذا المجال ديال الانترنت فكيساعدك بالافكار وكيساعدك يعني بمواقع يعني ما تحتاجش انك تمشي تبحث على الاسماء ديال المواقع فين يعني فاش يخدموا الطلاب اوكي. ونفس الشيء مع جميع المجالات الو هذا الموقع باش مزيان كيساعدك كيساعدك حتى بالافكار، يعني هو كيجيب لك افكار وكيعطيهم لك حتى الا ما عندكش انت فكره. تسهل التواصل مع الطلاب والبدء بالتدريس، إضافة إلى ذلك فهي طريقة مجزية لمشاركة خبراتك. المهم باش ما نطولش لكم الإخوان الفيديو في 3 دقائق نشوفوا مثلا باللغه الانجليزيه كي غيطلع مثلا كتبت ليها انتوما جمله واحده اللي كتبت لي كيفاش غادي نربح من امازون ديرو جينيري غنتسناو يعني باش تشوفوا حتى اللغه الانجليزيه وراه تقدر تكتب ليه حتى بالعربيه دابا انا بالدارجه المغربيه دابا نعاود نكتبوا ليه بالدارجه المغربيه باش نشوفوا كيفاش غيطلع لنا فيديو. انا دائما كنختار لاش بغيتي نديرو مثلا دابا شورتس يوتيوب نتسناو شويه هانتوما بالنسبه للونجلي طلقوا شوف دابا الفيديو كيفاش كيفاش دار الفيديو شتو نتوما ماشي بحال الاول دابا حطو على شكل يعني طول بحال الفيديوهات اللي كتحطو في First, find a niche that sells. Do your research and pick a product with high demand. حتى الموسيقى الباك جراوند اللي كتكون في الباك جراوند راه كيحطها لك and but low competition. Next, create a killer product listing. Use high quality images, catchy titles and detailed descriptions. Don't forget keywords. هانتوما اللي كتبها راه كيحطها لك انا شتيها. اما بالنسبه من بعد ما كتصايب الفيديو ديالك بعد تيليشارجي اللي كدير هكا الفور كاره مازال ما كايناش كدير كونتينيو هو غادي تيليشارجي لك الفيديو هكا راه كيتيليشارجي لك الفيديو. دابا غادي نرجعو ها هو كيتيليشارجي صافي انت ديك الساعه جو ابلودي بغيت منك تصايب فيديو على الطبخ مثلا صايب لي فيديو على شتي هاو كتبتي دابا انا بالدارجه المغربيه يلا حتى الا ما كنتيش بغيت منك تصايب لي فيديو كامل كامل على الطبخ دي جينيري نتسناو دابا كيفاش غيطلعوا ليها هانتوما دابا سهله نشوفوا. اليوم اريد ان اخذكم في رحله الى قلب الطبيعه سنتحدث عن نبات لا يحظى بالتقدير الكافي ناري ربما شوف 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 درت غلطه الاخوان كتبت لي الطلخ الطلخ شتي ماشي الطبخ ولكن شوف شوف كيطلع لي فيديو شوف المهم هاي باش توصل فيكو الفكره باللي الا كتبتي ليه بالدارجه راه يمكن له انه يصايب لك فيديو. يلا شوفوا معايا دابا انا كتبت لي بالدارجه هانتوما كيفاش طلع لي فيديو. قبل دون ان تدركوا مدى روعته اولا الطلخ هو جنس من الشجيرات والاشجار الصغيره هذه النباتات أشبه بالأبطال المجهولين في عالم الطبيعة وغالباً ما توجد في البيئات الجافة والملحية تخيلوا هذا أنتم تسيرون في صحراء من هكين وعطشة شتي دونك فريمون الموقع غادي يساعدكم بزاف الاخوان. دابا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو الا عجبكم الفيديو عجبكم يعني نبقى نحط لكم شي حاجات بحال هكا ديال الذكاء الاصطناعي ما عليكم غير تحطوا عليه في التعليق لتحت نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.